السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. اليوم عندنا ماء وصابون وشوية جرة وغسيل للحلوين. احنا غسلناهم قبل تقريبا 15 يوم، لازم نعيد الغسيل بعد 15 يوم للتأكيد. البعض منهم ربما ما غسلناهم كاملين لأنهم كانوا صغار، لكن اللي يلاحظوا انه انتشر القمل هذا والبقة والبراغيث هذه على الماعز، وايضا حصل عندنا 3 وفيات تقريبا. فعلشان كذا شيكنا لقينا انه فعلا انتشر مرة اخرى، هذا يعني معناته لازم ننظف المراحل. طبعا راح يبقى بالشكل هذا ما يقارب دقيقة. خلاص الان اكمل دقيقة، شيلوه محمد. الآن بعد ما نشيله نخليه ينزل ماء كامل داخل السطل هذا. بعد كذا نوديه المراحل عشان ينشف، ولا بد العملية هذه تكون وقت الشمس، لأنه أحيانا يكون ليل بارد شوي. خلاص ودي ماء. أهلا يا بشمهندس، ازيك؟ ما هو رأيك في الاستحمام؟ تعطينا وجهة نظرك؟ إن الاستحمام جميل. يلا بسم الله، مسكون الرجول لحظة لا ينزل. دخلت رجلي في جيبك هنا يا محمد. أيوه بالشكل هذا ضروري، الفم ما يدخل فيه أي شيء إطلاقا، وإلى حدود الرقبة نمسك بالأذان أو القرون أو أي شيء موجود عندك وبالفم، ويستمر لمدة دقيقة داخل الماء، يغمر غمر كامل. راح أخلي تقريبا دقيقة ثم نخرجه. طبعا الأشياء المعروفة اللي هو الجرة هذا، وأنا صراحة يعني ما أنصح فيه، يعني فعلا هذا سم قاتل، يعني رغم أنه مصرح وكذا، لكن الشخص اللي عنده الماء في المبيدات هذا قوي جدا. مادته طبعا اعتقد انها سايبر مثرين تركيز 10%. نعم سايبر مثرين تركيز 10%. عندنا صابون، اي صابون سائل الجراكل هذه، تمام. احيانا منظف الارضيات قد يستخدم، او ديتول او اي شيء ثاني. ايضا خليط المواد مع بعض احيانا ما تكون متوافقه، لذلك ما نخبص كثير. أنا أشجع الصابون، تمام، وقد أضيف إليه شيء قليل من هذا يعني عن الشكات، لكن أنا أستخدم هذا لوحده، هذا المعمول فيه أنه يستخدم هذا لوحده مع الماء، ويزيدون التركيز شوي ويقضي على كل شيء. لكن أنا صراحة أنا أتخوف من هذا، فلذلك أستخدم الصابون تركيز عالي وأضيف قليل من هذا. طبعا عندنا هذا تعبان مرة نهائيا، يعني تشوفون يا الله يتنفس، وأرضي ظن غسلناه، لكن غسلناه بعد ما تعب بزيادة. ناخذ الباشمهندس الثاني. يدين مع بعض والرجول مع بعض وينزل بسم الله، ونمسك على الفم. امسكه كله، لازم يغمر كاملا، اقل شيء دقيقة ان يبقى داخل الماء. ما هو شعورك اثناء الاستحمام يا تيسنا المبارك؟ اكيد انك أكيد وتدعي لنا إن شاء الله. طبعا مع الغسيل يبدأ الماء يتلون، فيهم تراب، فيهم أجلكم الله أسمدة فضلات وكذا، لكن ما في مشكلة تخلص المجموعة عندك. عندي تقريبا 15 راح أغسلهم بنفس الطريقة، وراعي الوايت جاء، لازم يشارك معنا في جميع الفيديوهات. الآن ينزل منه الماء كاملا قدر الإمكان ثم نهدر الماء
يلا اللي بعده. هل عندك لحظة خلنا نسأله عنده وجهة نظر يا محمد، فشوفوا من الداخل فيه. امسك كويس، تلاحظون انه هنا وهنا ايضا هنا. طيب اول شيء خلونا نسأله هل يرغب في الاستحمام؟ لحظة لحظة صبر. ما هو رأيك في الاستحمام؟ وهل تريد ان تاخذ لك دش؟ نعم اني ارغب ذلك وارحب بالاستحمام دائما وشكرا لك يا ابو زاهر. طيب يلا تفضل. ايضا لو غسلنا هذولا واهتمينا فيهم والامهات ما غسلناهم، الامهات راح ينقلون للصغار، علشان كذا لابد نوجه يوم من الايام من الفجر هنا، واذا جت الساعه تقريبا 8 9 الصباح اشتدت الشمس نبدا نغسل المجموعه كلهم، نوديهم لماي كلينيك المستشفى العالمي حقنا ونغسلهم غسيل كامل. لقد اخذت دشا جميلا وكان ممتع وينقصنا القليل من العصيرات ونحن نتروش. تفضل يا تيس. تيس اللي بعده. اهلا اهلا يا حبيبي، اهلا اهلا. ام 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 تاكلني. يلا بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. معليش معليش، ما صلحتوا لهم عصير يا محمد؟ لا المرة الجاية تجيبوا عصيرات يا محمد وتشغلوا لهم التلفزيون على MBC 3 عشان ينبسطون لأنهم صغار يعني. لا 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 ها آه كيف الوضع يا ابو الشباب؟ مبسوط؟ يلا ودي. طبعا بالشكل هذا راح ناخذ المجموعة. اهلا بالمتروشين الحلوين اللي ياخذوا الدش. كيف عجبك الدش؟ هل هو مناسب؟ ها مبسوطين؟ ما شاء الله عليك. ها كيفكم مع الدش؟ ان شاء الله بتدعون لي ان شاء الله. هذا مبين عليه اساس انه تعبان قبل الدش ايضا، غير اللي نايم هناك. ها كيفك هندسة؟ هذا عنده ايضا الساق هذا الدفرنس في مشكلة. هذا ياكل حديدة الباب، ليش؟ هل هي لذيذة؟ عن ذاتي الجميلات. يلا اعطوني انطباعاتكم. قولوا شكرا يا ابو زاهد، نحن نشكرك دائما لانك تروشنا وامهاتنا ما يروشونا. ترضعون كلكم تاكلوني. طيب طيب طيب. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وياكم. يعني هذا عملنا اليوم، باقي عندنا هذه البنت هذه. الآن الوقت مناسب انهم يتشمسون قبل ما يجيهم المغرب ان شاء الله يكونون ناشفين، باقي يعني الآن الساعة 4 عصرا، باقي عندنا الساعة 5 كاملة وإلى 6 تقريبا، يعني باقي ساعتين على ما ينشفون. هذا نوعا ما بدأ ينشف. بس يلا يلا يا حلوين خلوكم في الشمس، خلوكم مؤدبين، ان شاء الله نجيب جوائز للناس اللي يسمعون الكلام. شكرا لكم جميعا وحياكم الله في مراح رقم 4.